أهلا أصدقائي، أنا علي. اليوم نتعلم كيفية الوضوء. ننوي الوضوء بالقلب ثم نقول بسم الله. نغسل الكفين 3 مرات. أتمضمض 3 مرات. نستنشق 3 مرات. نغسل الوجه 3 مرات. نغسل اليدين إلى المنفقين 3 مرات مثل باليمنى ثم اليسرى. نمسح الرأس 1 مرة. نمسح الأذنان 1 مرة. نغسل الرجلان إلى الكعبين 3 مرات نبتدأ باليمنى ثم اليسرى. بعد أن ننتهي نقول أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.